بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين، ما بعد. عشر كانوا واكي بقول صدني أفراد كمذا من شرح صحيح مسلم رحمه الله تعالى. التنبيه أنت أن عشر قالين حالي مركي نمر إن حديث أبي هريرة من طريق عبد الله من الشقيق العقيلي بديل أرضه ساءها وحين أبو أبتر أن بديل من ورقاء صوابكنا وبديل من ميسرة العقيلي رجي إنها يستي كتبت تلمام الرجاش ما إذا برارو تشنين مركنين كسوى بديل ابن ميسرة العقيلي بديل من ورقاء ماها. قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير بن عبد الحميد الضبي عن منصور يعني ابن المعتمر السلمي عن المسيب عن مسيب عن رافع الأسد عن وراد مولى المغيرة بن شعبة وراد أبي سعيد بالليداء الثقفي ما دام مغيرة وقع الكسية يا دون حريي سأسأل الله وتر يا ريبني ثقيف عن وراد أبي سعيد مولى المغيرة ابن شعبة وأنا كاتبك صحابي قال مغيرة بن شعبة قال وراد وحوي لكتب المغيرة بن شعبة صحابي قال مغيرة بن شعبة أيا قري وراق يا دنبال إلى معاوية ابن أبي سفيان بو قري مغيرة بن شعبة ما قالنا صوم الرأي حديثي سه أبو محمد يا أبو عبد الله باكوني دي سلي هذا بقول صدني اللي حديث بو نبي كور شاء عليه الصلاة والسلام سقال حديث بخاري مسلم بأسلس وصاروا اسكوا وافقي هل حديث بخاري بألقونئة لب حديثنا مسلم بألقونئة هجرة مركة أهيد كنتن كي أيو غير يدي صحابي رضي الله تعالى عنه إلى معاون بن سفيان بوقر دنبال ومحور دنبال كحمبار سيا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولك إلهي كان وحوها إذا فرغ من الصلاة صلاة مركو دمي وسلم وسلاما نقصد وقال كي يدهدوها النبي لا إله إلا الله وحده لا شريك له ألا أن الله كأهين حلق عابد مجره أسوغو كليجي وحلو ذاك عبادة إيو رب النمت كان مجر له الملك بقرتو يضي الله عن شه آدم هي مخلوقات كلا الله هذا أسقى إسكال وله الحمد مهد يمنان أسقى إسكال وهو على كل شيء قدير وحو البن إله سبحانه وتعالى كي أوذوي اللهم لا مانع الله وحديدي كرم مجر لما عطيته وحد بحسه والله وحر استاق كرم مجر وحد واد بحسه ولا معطي وحب حين كرنا مجر لما منعت وحا ديد دور استاقته ولا ينفع وحبطر ما يذا الجد ذا الغنى نكا ديفتا يا بقرطية يا مقع يا شرفت يا وجهك وصاحبك الدنيا شيكته منك من عذابك الجد اي الغنى وحبطر ما هي وانما ينفعه الطاعة ايو قولك حسن كاه ولا ينفع ذا الجد اي الغنى منك من عذابك أو من عقابك الجد غنها أيها الظنطنمتك أي أود أتشيغان سيوحي باور الله الشيخ ترنبا إله يكتيسة وحبك ما قبتان هذا ما هو حانفع إله إضاء عديسين وعابد وأدون الله ونقضه البر والإحسان والتقى والطاعة أي إله يكتيسة وحك قبته وحك الله الشرف يكتيسة كله ما أتشره وحدثنا أبو حدثنا وحكى الحديث كنوت بشيء أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب محمد بن العلاء وأحمد بن سنان أبو جعفر الواسطي قالوا جمع عدس وحيد أذن حدثنا أبو معاوية يعني محمد بن خازم عن الأعمى سليمان الدوحوس علي مركم طريقا إنه كوشيغو منصور إلا متابعي أو متابعي الأعمش الأعمش سليمان مهران ومقعي سنة عن المسيب ابن رافع أو الراد مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أي مثل حديث منصور حديث منصور وكلوري أعمى شوي قال أبو بكر بن أبي شيبة وحجر وأبو كريب في روايتهم حديث كما كيورا يقو وحيدة هذين وأوصى لهن أحمد بن سنان قال وحجر والراد فأملاها علي فأملاها علي وحا إيه رسالة إيه وحا أنقر لها إيه كلمة المغيرة
مغيرة بن شعبة إيريي وكتبت بها أنا وان قري إلى معاوية أقري صحابي إيريي أنا وان قري كد بن حالود در سيدنا معاوية مركة جوغة شام مغيرنا مركة بصرة أما ميلهان كوفي عراق أيو جوغي وحدثني وحاكل حديث كيت بشي محمد بن حاتم بن ميمون البغدادي الصميم نيك الأورنجرين بدنا وين صوم الرئيس انت بندبت عن شيخ سمحان بكر البرساني الأجدي قال حدثنا محمد بكر ابن بكر الأجدي أخبرنا من جرير عبد الملك أخبرنا عبده ابن أبي لبابة الأسد أن ورادا نيك وراد الأورنجر مول المغيرة ابن شعبة صحابي قال نمو حرية قال وحجري وراد كتب المغيرة ابن شعبة مغير بن شعبة قري رسالة كتابه يا دمبال إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهم عنهما وأرضاهما كتب ذلك الكتاب له وراد كتب ذلك الكتاب كتاب كأسقى وحاء قري يعني كتب ما دام مغير أمري وأسقى أمر كليه ما دد القرآن أسقى أوليه وقالوا تيري أما حقيقة فرط إنك قري وورد كتب ذلك الكتاب كتاب كاسق وحوقري له اي لسفيان اما للمغيره وحوقري وراد لمعاويه عفوا له لمعاويه اما للمغيره وراد وحوقري محو مره كتابك عنبارسن هي اني سمعت رسول الله رسول كلايبان مغلادان مغيره هي صلى الله عليه واله وسلم يقول اسقولي حين سلم مركو صلاه كبحي فذكر وحو شيغي كما هذا شيغي عبده عبد الشيخ يمرك متابعين يا مسيب مسيب فذكر وحوش بمثل حديثهما مر هذو مرك بمثل حديثهما يري وان ليدا ذاكرك و وذات كان ابن جريج ابن جريج ابن جريج بوحو متابعين متابعه قاصره منصور يا اعمش منصور يا اعمش صومرتين منصور عيل مسيب يوحى أن كلهم رأي أعمش عن المسيب لبدأ وداد بمحمد طابعين ابن جريج متابعة قاصرة وشيخ وشيخ بكل كل ما يوجد جدا مركز ضمير كاسان كينا ينسد على الإيد هذا طيب بمثل حديثهما أساسا أنا إيد دقا يدنكم حايدين دقا بمثل حديثه أحد أقول دقا يمي أجرا مسانا دي لمتين فذكر مركب وحوش ابن جريج بقال لي هاي بمثل حديثهما بمثل حديث منصور والأعمش سداسي نقونيس إلا قوله قول كيسم موين النبي عليه الصلاة والسلام وهو على كل شيء قدير انت ما يسن قدرين انت موسى قدر يسوق رواية ضمبي ابن جريج له راموي ودتي له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بودتي فإنه لم يذكر فإنه ابن جريج لم يذكر مشيئا قوله صلى الله عليه وسلم وهو على كل شيء قدير مؤسا شيئا وحدثنا حامد ابن عمر البكراوي حدثنا بشر يعني من فضل الرقاشي حا قال مسلم حلو وحدثنا محمد المثنى أبو موسى البسري حدثني أزهر يعني من سعد جميعا سوى ذا الجرأة يعني بشر إيو أزهر عن ابن عون بك ودورني عبد الله بن عون البصري عن ابي سعيد واسمه عبد ربي بن سعيد الشامي عن وراد بعض العلماء وحيد ابي سعيد كاسي وكنيته حسن البصري وانا خطا وانا خطا طيب نينا حلو وابن ابي عائشه ابن ابي عائشه نيك الاورنجري اخو عائشه من الرضاعه ابو سعيد الاورنجري اصنوا خطا صوابك وابو سعيد ابن عبد ربي بن سعيد اللي هذا الشامي وي إذن أبو سعيد بهذا وحو متابعين إياه وذات كهوريئها مسيب إن رافع متابعين إياه إيوه عبد بن أبي لبابة كلاهما عن وراد عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة وراد كيأها قراغي يقعن يريه مغيرة بن شعبة قال وحوري وراد كتب معاوية معاوية صوقري إلى المغيرة مغير أصوقري فذكر وحو شيقي من كيف شيء هذا مركا أبو سعيد بمثل حديث منصور والأعمش بمثل حديث منصور والأعمش عن المسيب يعني مركا أبي سعيد عبد ربي بن سعيد بوحوش حديث منصور يا أعمش وكلو عن المسيب مرضو حديث منصور والأعمش كجيل أعمش منصور شيخ وصوم ارتواد ومسيب عن وراد إذن رواية محيروفة إليسي
codsiga markii hore waxaa iska lahaa saxaabiya aljaliil mucaawiya. mucaawiya soo qoray dhambaal uu leeyahay mughiirow, bal xadiid aad nabiga ka maqashay ii soo qor, aan ku dhaqmoon ka faa'iidayste. أنا سرعين مرك حديثكم مغيرة. وحدثنا ابن أبي عمر المكي محمد بن يحيى أبو كوضة شيخه، حدثنا سفيان بن عيينة، حدثنا عبدة بن أبي لبابة وعبد الملك بن عمير اللخمي سمعا لبدا وداد ولا بدها دو ولا بدا الناس كلها رن وعبد أيه عبد الملك أه وحين مغلين سيود جرى ورادا وراد بين مغلين كاتب المغيرة ابن شعبة يقول أسقوله كتب معاوية معاوية صو قري إلى المغيرة أصو قري دنبال محونا ليه هاي أكتب إلي إي صو قر بشيء حديث وسمعته كما قش من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحجي لوراد فكتب إليه مغيرة أقري حديثك محونا أقري واكن هذا وحو قري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي بان مغلي يقول أصغوله إذا قضى الصلاة صلاة مركو دمي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد سداس مركة أسو قري مركة شواهدي ومركة باللابي حديث عبد الله بن الزبير وحديث أبي هريرة حديث مركة حديث كم غير أم قاتك عيف ربضان وطرق بضان وككين الدون وإيمانك كين الدون حديث كم مركة دعاء كت ميدا قيمها بضان هل جوكتو هل لازم هل برتو يعني لقد تجين وتوحيد خالص كجرة مرك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد إله التوحيد إيو وحدانية كلج اللوقرو شرك قال لقى تكورو ملك يبقرتو إله اللوقرو مهد يمنا رب الله قال هذا أوديسة أن حدود الله إن إله اللوقرو كذبنا لب يدافع إله كلج اللوقرو سبحانه وتعالى اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد آخر كان وحا كجرة وحب بن آدم كبت باده وحوي إلهي ودواشيه سكلية من بطأ به عمله 40 كبرتين لم يسرع به نسبه إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وعدالة ربي سبحانه وتعالى الضوء والبوح كسبته لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد أنا إرهين هبلي رويال فاميلي بقرتي أنا هاي باور بيكون وحاصل المشقية الضومها وحا الوهر وسدا وأدون كادتك الغب وسدا أما عند الله سبحانه وتعالى إلا من أتى الله بقلب سليم عمل صالحة أم باكشق إله سبحانه وتعالى أكتيس ولكن مشكلة إن أدمرك الصلاة كبعد ذكر أن لو حفظي أضوير وحس المسلم ككبرت أو ضلش صلاة كدي بلا هنا وش يريقيش هي هذه هي المشكلة اللي بتطال كاس كتب وحده لا شريك له بعد الله ذا وأن بين فلك هذه فعل كذبة بيني وحده لا شريك له الله وح كلوا ذاك عبادة كلوا ذاك أود كلوا ذاك حكمك وحو الب الله وح كلوا ذاك متشره بعد لا ذا مروا الب إلهي بعد وحيد سفرنا واتاج كل جد مركز مساعد ككدين كسكت ذا دكتورة بلا يد ولا قسن على زوج تاجي كتاب القرآن كله مسود دشنين اللي هم معموله أضمها إلهي موحد نواد شيئا أتكب حدا وحلي لسه يستق أولياء الله يأديك أفو صو مشكلة ما إلهي يان لو شريك يلي إسكبرت مسألة دان وأساس وحيابها كرورنا وفروع إلهي سبحانه وتعالى وحو كان بضيها يا آدم وحو ليه وأنا أذكر الله بن إلهي أنكي سواء لك لساره حقوق ده إلهي وإن بنان كالردقه بين بينتها الله إسكا إلالي عيدا صومالي ويل حقيقة طلما سلكا يمكن مقالة جوكتان يقولوا مكا الله أساسا يمحالا دقا لك حقيق بالا السمية توحيد كادو سنكو فري سنين وحادوا بل عن باعور وهل بعاد لغو اللي وحوق دوفار لغو إريي ومرق دان تلغو تميوي محلقة فايدي
عامدو الصومالي دانتد اي وحيابهن اي بردودن كما دون او دبيه او دنبيه وي اوغاي صادرت الميشو ولا سقاد اي شربك اي دانتد اللغو تمو مركي ارداشو يدان يلو قدريران وان ياسيمي جري قرآن بانكو اخري جر نتقرن ايسا لولكو وو دنتاي الهي ما لغو عاسية بل لولك هلا نوليو وذا دوحي ولا فريسان جرين ياسيني قرآن ضعيف نموت كودا مركو ورا كوريدا كلا في جن مهيا هدو بيلسو يستاغ هن ركي بان ياسيمينا عمر كورا لو قلت ما هي معو كلا في جو ويدي اساس كا مساله التوحيد مساله التوحيد يا الهي ان لو شريكي ولا ام ان لو شريكي مساله ايات قران يا حديث كاغا باهن يا اجماع يا قياس من ما ومسألة عقلية فطرية أضمها إلهي أكدوا بي قلبي قوضية ما أنكوذا مسكحوا أكدوا بيوي ولذلك إذا انحنفيوه الإسلام ومن الأحكام العقلية إسلام هو حكم عقلية ما أها حكم شرعية وبمعنى إلهي اللي قسوه سبحانه وتعالى او ادوما ايسن غران كان احكام تو واسد حقيبه احكام شرعيه اي عقوبه اي توحيد وي واسد حدا مد كوره توحيد كا اما شرك كا الهي ود عقل كو سي ادا غرانيا لبا شيء اني اسكو مد يهين يا اني كلا دوين يهين ما ايات قران اد كسوغن اي كو شكتي حديث نبي يا صحابه مس عقل اد غران كرتا اي جوابا نين مدو ين عصبة إزجارة فريست إني كل الدوين هين ما يد قرآن كسوع يكون شكت التماثل والاختلاف ما حكم عقليا مسوي حكم شرعيا وحكم عقليا كويس فانا نملايني التفرد والاشتراك شيء شيء اللي جوجوني يلو ين أحد كلا لو ذا تيو وحلو قدره مع عقلي بات كجرم مس شرعي بات كسوع يسا وذات بصور دقا غريب وقبت وحور دع إلهنا أقل قلو شعب دقادر أقل قلو هرأي الزحو لأن حول إله كلي جبان أقل ورعي لبضا إني كلا دوينهن بقرآن بعد كسوك مس عقل ياتو قرنيس لأن رضا محوس كو قدر إله إيو أدون كلا لأن محول إله كلي جي أدون كلا مو أقل لأن كان موحد ومفرد يهي مفرد ومفرد حقوني يالي مفرد للذبح بالله سبحانه وتعالى نين كان مشرك ما هو الشرك في اللغة العربية وامحي شركي لغة منهاج كي كتب الفقه محاط مرتين شركة الوجوه شركة المفاوضة شركة الأبدان شركة العنان شرك الشرك هو محي وجعل نصيب في شيء أما هو ضرب نصيب أو المساهمة في شيء بنصيب إن شيء شيء قدر طلب الشيء إن وحولات سو مر بدد جورعي يا بريادي يا إلهي تصار شدي يا توكلك يا عبسدي يا رجيه يا خوفي إلهي أولي أسكو قدرتين محاطي لغة وعقلا إيه كادي كتاب القرآن كأوليس لغة وحالوليه ننكاني هل شيء أو قورع أما تلسارشا أما عبسيا أما طواف أما صلاة أما بري دعية تقمى أما عسك الله الله عسك ولا يتيه أسكو قدري إلهي إيه أوليدي الدكور بايدين شيء إن أنا كم راي عدد لميل اللي جاه ده نمان جيل عيل حرنا كشبنا إياه سجاشن إيو سجاشن إلا بده أما كودي ميلاس كودي إسكندر أيه سماي لا سوقا نمان ريوفت يا هاي عمر ويسكود يا هاي اللي يا الله أنبياشو أولياء الله إلبيا لكم بيليه إمثال سودري الابدير بيترن هيين لكن انت اصلا كقبت انا وسعود ميلو سعود دقدق هاي ادان الله الله انا وحان كبقين بدو كله في بحيا
أليا الله أنبياءه أولياء الله البيالك لغة وعقلا ما هذا هو معي إيه كذا كتاب القرآن كا يا وهابية يوسفية يا وحي سيستي حق عقدك وام حي نمان كان أولياء يا أنبياء يا الله بيسكدر سكدر يوم حي كعطدين بيجيلن لغورا بهالهن إرمان كالغورا بشين وذا كنا نكمل محلنا مشرك لغة وعقلا ننكي هاليه مركو وراب إلهي كلي جيب بريانا قال يا الله البيا لكنك قابس المحلي دي بريان يمحكو قوني يالي الله سبحانه وتعالى ننكا سواء محل لغة وعقلا موحد ننكنا ومشرك هذا هو الحكم وحكم فطري وما بهن آياتي حديث دبا الله كو واي وخبا لعور دار اي كو وري مخبا لعور دار ما عور دار وحانو كو هادلي عور دار قول مو يمادا نينكي سيدا اي جيري مل عذابي هضو جاهل يهاي مسوا لو عور دار وما سلكله وعقوب عقوب ولي ما نغادي مركا ذنب كو دحدو وداني و خا دوبتو وحاي فر انان كو عافينا وان له انان كا ارغوستون كو بقوجيرا وان له متى مسما alihi aad ku dambaabtay ee u shariigiyeeshay inuu ku cadaabo naar kugu waariyo inuu ku caafiyo wa kariim rahiima asagay u taala subhanahu wa ta'ala misalatu al-uqubat wal-adhab luguma labo luguma khaldo al-ahkam al-aqliyya al-fitriyya daruriyya wa hayaan meelahan dhoban ee warwareegahay hatta waabiid in sheegay khawana way diin ma haya kuwaas eelka xaradanka joogay waa isku xugo waxay doonaa sheegtay warkaygana advantaan wey adoonka sidaa u khaldamay aakhara marka la tago mal cadaabaya waa xukum ii dambeeya ahkaamta aan lagu garan karin caqli iyo fitro iyo aan lagu garan karin waxa loo yaqaan ahkaam sharciya la wadciya salaada dhuhurka inaan marka quruxdu way cad aanu tukanno oon afar cood ka dhigno oon maghrib saddex ka dhigno markay gabal ku dhaca aan tukanno cishaha markuu ay dhamaato caweertu aan tukanno fajrku markuu ogta damba ay dilacdo aan tukanno waxaan aqli ku garan karnaa ma yaa laga sugaya alla laga sugaya am lahum shurakaa sharacu lahum min ad-din ma lam yanbih Allah qul ara'aytum ma anzala Allah lakum min rizqin faj'altum minhu haraman wa halalan قل الله أذن لكم أم على الله تفترون صدرت يتبع الليلي وما يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما سيد سبا شركه وافتراها سيد بين أبور كاوي إلهي با تهم إيسا أود قرصان إيسا أود آمنتي إنو سنكلي وكوكو في الليل قل يا رواء فتمركي ها رأي ورابسان هاي هدي آمن زيين إلهي كلي ينو هلا ما أنت ورابين كرو أولي أنبياء ما يسون كدري ما تام زما أنا قبل لا دوبا ما قال فالكاذو أفي أدن وحكي مادة وحكو دوبين هاي قلبي جي ونو كدوبين هاي وقاعدة فطري ويا قانا وعيدا وحي أورك هذا كتر هاي أفكا كاحظة مركو ريد شريك يلي سب انت انا كوها اللي شرك كان افضل وقصو بحين ماش انا بخت ذي اورد ما طي اروك يمحل ملح يمال كبر حدا صادرت علوم حيان شرك واسل كيسو و ظلمي وانا تنقيس يا قرسي يا اله تنتو وظن سوء برب العالمين ملحهم بدل الله قاضي انو سنكو في الليل كلي يكو ديق كرين كلي يدب كاعلين كرين عقيدة أيها الدقويس كايدين شيء دقيدة الله كوارف يكو أفوبي كفار قريش ويا قانين بري بين كاهاي سورة إيسو قبت زمر قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله وأنص وأصرح آية في كتاب الله كفار قريش إني آمن سنايين إلهي باقون الله أضر ينفع با
آيات كعد قرآن كما جرتو نبي حجي سنية مركز سؤال شو أمحى واستفهام تقريري وإنكاريا والله إنكاريا وين أقيه ما يسكمر من قريش وحاله كما جواب كرانا ويأمن سيه نقول حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون إلهي هدو دبات إلى الضون الضومه هذا عبود يسين اللاتي هو لعزي مناطي إصافي النائلة ما يدبك ما يفي ذكران ما يوي ما يليه قريش هدو نحرس ربي إلى الضون الضومه هذا لقيسين مهور استاقى نحرس ما يا هذا هبدو ساعت هاي صوم حاس كل ماذا قل حسب النبى الله كسي حالي تدخل الله تسكى قطة واحد نربق واحد دونتين إذا بضر يؤدن لي أدونك ولا لقوي وإذا دهك كاتشي عمدا عردار كذي يهولها إيكاد هذا محيين مشركين ورك والك هتا النبى حتى الأشاعرة قد مرك أنو هولك لما قلنا يكدوله أنهم بير بسل كي عيسو متقانان ويأمن سين حتى قبل الشرعي أنت النبي قال صدنا عليه الصلاة والسلام وحي اللي سودة جنين مشركنا وعلى قرم باللغة والفطرة موحدنا وعلى قرم باللغة والفطرة شيخ الأشاعر وشيخ الإسلام حتى يؤي قانا الأستاذ منصور البغداد عبد القاهر صاحب الكتاب الفرق الفرق بين الفرق وكتاب عيار النظر وكتاب الأسماء والصفات والناسخ والمنسوخ وكتاب أصول الدين محوليها هي قبل بعثة محمد انت النبي بالله صو صاري نينك إلهي غير كي عابدة أما الله أشريكي لأدونك ومشرك وأنا كافر ملحدة إلهي كلي كي عابدون ومؤمن موحدة لكن حول هل عذاب أما هل شنعي وحل بس وقايا حكم شريعة هل بس وقايا أشعر وحي قرتين يا وذا دقي سوين إسلو طوما عيقرن لأي هدون وحي كلين أشعر وطائف أهل بدع زنادق بلا يدقها جهمي أشاعر ما تريدي سلفي وهابي أحد قباه مشرك با مسلم مشروع ان كان ودا ده ما انت شيخ السلفيه يعني انا واقانو جاحدي جراجسو واتقنا من امري هاو شيء لو خلدم حكم الشرعي الهي موين احد كلا وسنجين كرين عقلي فدرا ان كو غران كرين واغوني عقابتي عذابكم واغوني فلك الروح او سميو هلو تلمامنا واغوي صدح ميسكو خلدني إلهي غير كي عابدها هي أو لأولياء الله أولاد كي أو روب يبيا كي وعذا وقن سوين ده تاقن شبي ومحمدي ده قوة معتبي ده شبي كو هي أولياء الله وي الله ما هادوه يوحي كليهين وحا أولي يمد ما دام جاهلية هي شرك لما يجده شرك معها كفر معها وأدو يدان تد بالله وسوق وسوداتك محمد وريح عن كسي وان جور عي وروح عن محي جور على ما يدان دل لما يدا هذا وروداتك سو ما ندل ما يم ماذا ندل سو قد يجي سو سعلي قال قلنا يمد عي أنك الجوي يقربي وحم بعض الصمين محل لا يدا هذا العذر بالجهل ولا عذر بالجهل يدم بيه فلك أنس من مجيعي وحسن الدلي محمد بالله وانا وريح كسي فالكان يروح انه قاتل يا هي وحنا قورع يا هي مع عقلي بالوقرتا اي اللغيه في طرميس شارع كسوقيسا يسس كا خلدم توحيد كا هي شرك ومساله فطريه عكرم بن ابي جهل رقي يعوها دور كان النبي ويجي فتح مكه في الحل والحرم هل قدلو صوبان هي هذا ودبان وي عايل وصحابتي بيروقين قالوا ويك الأخير دري ما كان رقم حيون بوقت قال جو باكر أن بدأ هاي هي قال بدأ ورقم حم باكر ورقم حم هنا يو نمان كان النبي وحول ماش اللي جو أركبا وإن وجدتموه متعلقين بأسار الكعبة فقتلوه مركي ما كان الله سوق قال بعري عكرمة دون بقول عي شام يملها أصعد
bartamaha badda marka la marayo nisaay baynu ku soo marnay taay bartamaha marka la marayo ayay badda kacday duufaanna kacay qolihii saaray caamada ay carabti jahiliya waxay dhahayeen waa nin walba bal ilaahada yararka qabsada ninki naakhudaha ee kabtanka ee doonta waday xulin maya doonta iga kharibina halkan badda marka la marahayo ilaahay yararka waxma qabtaan ana hawsha khabiir ku ah alla keligii barya haddaad wadaan doonta way quus nafar idinka badbaadi maayo bes warkiisa baa la qaato kulli ilaahay keligii baa la baryay cikrim halkaas wuxuu ku fahmay xuuri haddaan baddaba gudaheeda ilaahay keliguun igu badbaadinayo barigana keligun baa iga badbaaday ilaah waxaad igu ogtaa oon ballan ku qaaday maanta haddaad tan iga badbaadiso inaan maxamed ku noqdaa oon toobadkan oon islaamaa ilaahay yararkan wata een kusoo dagaalamahaya een maxamed kula dagaalamay haddayse badda wax iga darin oon barigun ku eg yihiin kuwaa ilaahya ma ahee mar allow i badbaadi sidaba ku islaamay cikrima hiya fitra wey fitra masalat tawxiid wa asaas iska suga inaad ii dhahdaan waxdaw laa shariika lahu hadhowna aad ilaahay sharciga ku qabsataan ood xukunka ku qabsataan ood baryada ku qabsataan oo wax walba aad kula dhagtaan hadhow xagganaaya tirada muslimiin baan dhaho koofiyad wan ii gashataa anigu yeeli maayo in cabdillah xasan muxuu yidhi ilaah u naxariista wuxuu naaqdaama faranji ah ama aaladaba u sida ama adhigaba u qala ama awrkaba u rara ashahaada beeraya islaanima ha lagu dhaqo ilaahayna nama odhan aniguna ma ogolaan kara buu masalatu lwalaa walbaraa buu fadhiisanayaa may fahantee asaga hadduusan ahayn ilaahay baan ku dharqabtay waa hore nasaaro iyo mulxidiin iyo yuuxanna iyo jirjiis baad wada noqon lahaydeen cabdullaahi iyo cabdiraxmaan iyo hawlaha ma jireen taariikh dib u akhriya baashaan iska suga haddii kale cishuba asixi maayo salaad baxay nagu soo horeysa cishahan asaxaynin walow ashraku la xabita canhum ma kaanuu yacmaluun aayadda akhri suuratu ancaam 18 nabi iyo rasuul mise 19 bay ahay mise 16 baa ilaahay ka soo sheegay ambiya lagu halqabsanaya markaas aadu caamay ree macalin waxaad rabtaa inaad shirki xuu ku marto ilaahay wuxuu ku halqabsaday 16 nabi 18 rasuul markaasuu ilaahay wuxuu leeyay walow ashraku ambiya shirki kama asaxo laakiin maxay dhan soomaali weysha gowrac hee dibi waa ku quus qaatee ila weli dibi weyl baa la jecel yahay haddii weyl la gowraca dibi muxuu sugahayaa iska sii seexan birtay maryuu leeh walow ashrakuu ambiyada hadday shirka ku dhacaan la xabita canhum maa kaanuu yacmaluun nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam afdalu lkhalaa'iqi cala idlaaq cala raajix min aqwaal ahlilcilm ilaahay axad ka fadli badan ma abuurin maxaa laga yidhi lain ashrakta la yaxbatanna camaluk wala takuunna min alkhaasiriin baylaha facbud wakun min ashaakiriin hawshaa iska ilaaliya hawshaa marka anigu soo gaadho miirka iga taga aafadaa jirtaan ogahay xadgudub igama aha wadaadku ka badbadiyaa baa tirada waa beentiin kama badbadiya wix jiraa idin sheegaa وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي ابيه عبد الله بن نمير الهمداني قال حدثنا هشام يعني بن عروه الاسدي عن ابي الزبير محمد مسلم الاسدي ومولاهم ايغا خريي قال يا ري زبير قال وحوري ابو الزبير كان ابن زبير عبد الله بن زبير وحوها يقول كيلا ما بين دود بن سومبر انت حديث النبي كوري عليه الصلاه والسلام يقول كيلا في دبر كل صلاه صلاه والبقداشيده حين يسلم مركو سلاما نقصد كذب لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله حيلت يا أودا الله أهين مليهم انت سيقدرت الرواية ذا إيا ألابك الوصول سعوتا لا حول حيلت يا كارتو إيا تاتكو أن لين هاي مجرتو ولا قوة أود مجرتو إلا بالله إلا بمعونة الله يوى إعانته إله مرك أود كجلية هي حيلة بموين لا إله إلا الله الله أن الله ينحق لقوع عبد مجر ولا نعبد إلا إياه ولا نعبد إلا إياه الله أن أساك أهين مع عبد له النعمة نعمة إيه برواق الله يؤهاتي
وله الفضل ديرات يفضل الله إسكاله وله الثناء الحسن أمان ونأكسن الله إسكاله وفرساد كل والهرمري النعمة له بيأهي الفضل له والثناء الحسن له جرى مجرق محله هرمري حصري قصر ليفيد الاختصاص أو القصر أو حد يجرته لا إله إلا الله مخلصين له الدين عبادة صون أقوني لأنه نسافر ولو كره الكافرون ولو كره الكافرون إخلاص العبادة يا ديدة مشركين تا ديدة وقال وحول هو رب الصديق وقالوا إن إلهي كلي عابدنا وان وضينا إلهي كلي إلا عابد والله وضي مشرك إن حوب مكسل لسيا والله وضي موحد كإن قعل قدك والله وضي ولو كره الجراجسة والجاحدية ولو كره الكافرون وقال وحيدي وقال يعني ابن الزبير عبد الله بن الزبير وحورني مركو سيدا أسوء أقول رقمي يحولي هاوشان قول رقمي ما أعني كيب كيجي صبناها كسو حقنية عليه الصلاة والسلام كان رسول الله رسولك لا يحوها صلى الله عليه وآله وسلم يهلل أي يرفع بهن أذكارتا سحكود كريالي جري بصوته دبر كل صلاة يهلل هنا ومحي ورفع الصوت بالتوحيد والتكبير يهلل أي يرفع بهن بهذه الأدعية والكلمات أي عذكر وقال الجري دبر كل صلاة مكتوبة صلاة والبفرض قداش إذا مركوا النبي يكبحوا يقروا قال الجري حتى هو اسمع عضل مقرها أيها النبي مركز كلهم إنجري عليه الصلاة والسلام وحدثناه وحكى وحدثك النوت يا أبو بكر بن أبي شيبة محمد مقعي سواته محمد عبد الله حدثنا عبد مس عبد الله بن محمد بوها عبد الله بن محمد حدثنا عبد بن سليمان الكلابي عن هشام بن عروة عن أبي الزبير مولا لهم أبو الزبير ومولا جعل لهم للزبيريين هيا حري مركة ومحمد مسلم تدرس المكي الأسد يبقى الأسكورنا هي ما دام أي رئيس الزبير العوام أي حري أن عبد الله بن الزبير كان وحوى يهلل في عتق كروق هذا دبر كل صلاة صلاة البقداش هذا بمثل حديث ابن نمير حديث في عبد الله بن نمير وكله الشيخ إنك الشيخ وكما وعبده عبد بن سليمان يروي عن هشام بن عروة عبد الله بن نمير كان يروي عن هشام بن عروة فذكر وحوش قوي ابن نمير عفوا عبد بن سليمان بمثل حديث ابن نمير ابن نمير كنا مع محمد وغضيق عبد الله هو. وقال عبدة وحول في آخر حديثك قداش رماتك سقبل وحول ثم يقول ابن الزبير نزر وحول يجر مركو سيدا وتوحي سيدا كذب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل عتق كرة يقول يجري بهن بالكلمات دبر كل صلاة صلاة والباء يقول لك واحد يجري يهلل مركا ويرفع به بهن صوته وذلك حلمية كلمتنا بالتوحيد يهلل أي يقول لا إله إلا الله إلا وأركس لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وحده توحيد بأبدنا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لكن رواية كلا عدي تهليل كان إن لغوضه رفع الصوت بالدعاء والأذكار وحدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن كثير الدورقي قال حدثنا ابن علية واسمه إسماعيل إبراهيم بن علية عليض وهو يدي بالون سبيا لكن مقعز هو إسماعيل إبراهيم المقسم الضبي البصري قال وحول إمامك حدثنا الحجاج بن أبي عثمان أبو عثمان مقعيس وميسرة الكندي حدثنا أبو الزبير ملك حجاج وحو متابعين إياه عبد بن سليمان وحو نسيم متابعي هشام بن عروة أي سيم متابعي حدثنا أبو الزبير قال وحولي سمعت عبد الله بن الزبير بن يخطب أسوه خطبين إياه أسوه هالله أيوه لك ترشيدين إياه على هذا المنبر منبر كان دوشيس منبر كاسي أسوه مصرحة لم يشي يقول لكن الغالب والمنبر المكي عبد الله بن الزبير مكو فدي تري مركا منبر كما كانوا يهيبا أبداً طيب وهو يقول أصغولي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسولك يوحوها كيدا إذا سلم مركو سلاما نقصده في دبر الصلاة صلاة قداشة أو الصلاة وتما صلاة شنطة قداشة حورن تري لا إله إلا الله وحده ولا شيء حديث كده راهد فذكر وحوش حجاج النبي عثمان باشيقي بمثل حديث هشام بن عروة وما ما ربتي هشام بن عروة كصوب بالله بطي هشام بن عروة متابع عبده
عبدنا وحاسين متابعي عفوا وحان جذا هذا وحجاج بقى متابعين هناك اللي هذا هشام هشام وذا دهور عبد الله نمير إيوه يا عبد أيوه هشام بكورني فذكر وحوش حجاج مثل حديث هشام عروة الشيقي عن أبي الزبير وحدثني محمد بن سلمة المرادي حدثنا عبد الله بن وهب القرشي عن يحيى ابن عبد الله بن سالم وأول أوي سالم بن عبد الله بن عمر سالم كما سالم بن عبد الله بن عمر عن موسى بن عقبة صاحب المغازي أن أبا الزبير المكي حدثه وحوش أصغر موسى أنه سمع عبد الله بن زؤيم وهو يقول أصغر في إثر الصلاة صلاة قداشة إثر إدبر يعقبه وأسكم إذا صلى ومركوا صلاة نقصده فذكر وحوش حديث بمثل حديثهما بمثل حديثهما يكوذا هشام عن أبي الزبير يحجاج عن أبي الزبير موسى بن عقبة عن أبي الزبير بهذا تبي مرك مرك وموسى بن عقبة فذكر وحوش موسى بن عقبة صاحب المغازي بمثل حديثهما حديث كهشام يحجاج أوكله وقال موسى بن عقبة وحولي في آخره حديث كقداش تصدر مات كيسا وكان يذكر ذلك عن رسول الله وكان يذكر يعني موسى بن عقبة عن أبي الزبير عن عبد الله بن الزبير وكان عبد الله بن الزبير وحوها يذكر كيشي ذلك أثر كأي حديث كأي الدعاء داس عن رسول الله بكتب انجر وحسك تشيب كيسا ماهي حدثنا عاصم نظر التيمي حدثنا المعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي حدثنا عبيد الله يعني بن عمر العمري طريق لباد قال مسلم حلو وحدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني حدثنا الليث بن سعد أبو شعيب عن ابن عجلان محمد بن عجلان المدني كلاهما ابن عجلان إيو عبيد الله ابن عجلان إيو عبيد الله بن عمر العمري عن سمي سمي ونن مقعي قواري هويني ما سمي مولى بكر عبد الرحمن عن أبي صالح السمان ذكوان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهذا حديث قتيبة وهذا لفظ حديث قتيبة كوضع إمامكم وهذا كان شيء دونه ولفظ حديث قتيبة حديث قتيبة اللفظ يسيب أنه شيء دونه لأن لما الشيخ بحديث كسوة قاتل قتيبة إيه شيخ كهري عاصم إم نظر حديث مركة واكا اللفظ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن فقراء المهاجرين مهاجرين فقراء ذوذي أتوا رسول الله رسول كلاه بأي مادين صلى الله عليه وسلم فقالوا وحيد هذين ذهب أهل الدثور جمع دثر جمع دثر دثر ونوى مال كبضان مال كفرواغا أي عركواغا أي دثر قال ليدا بالفتح والسكون معا ذهب وحيلات أهل الدثور أهل الأموال والغنى ذاتك تناتك أما مال قبين كان نبي الله وحيلاتك بالدرجات العلى درجوك صريح حق إلهي درجات لقيه إلهي يو النعيم برواقدي المقيم الدائم كايد بلتك يعني وين الضافين وين ما دام فقرنا يجو وحي لب حيان مساكين بي حرينيان الضمي حرينيا فقال نبي حلو وماذا كسب كسمحويا ما قوليهم مال قبين كا اي درجات كي ايوه نعمتي جنب ولتك قالوا حدا يصلون كما نصلي نبي الله مال تقوليها انتنات كي تجارتها سنتك نيوتك ذا ويصومون كما نصوم سنؤصون يؤصومان ويتصدقون حولها إلا بحانه ومساكين تي واحترى ولا نتصدق وما صدق يسن ويعتقون الضم يحريان وانا أجر بذن ولا نعتق وحم حرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قروي هوش أيضا أفلا أعلمكم ما نذنبر ما نذنبر نوي ما نذنبر نبي وكوضا شيئا ذكري يدعو تدركون به أتكوها ليشان من سبقكم منك إذا قيد رافي إنك حق آخر إذن كبدي واحد كذا ضبط تكتان ما ندين شو وتسبقون آت كذا هرمرتان به أسجد من بعدكم هو إذا كذا بين الهواء سكر يبتان يزوج قالوا ولا يكون سنهاي أحد أحد أفضل منكم إذا كخير بدن إذا كفض بدن إلا من دول من صنع سمي مثل ما صنعت واحد صميسي هذا أنت فقال لي لم حيسوق هاي إنما الله نوشك هذا من تذكر الرافعين كسوق قبانين وإحنا قدم بيان هباس كفرية بينه نبال الله نوشك قالوا وحيدين صحابة المهاجرين
أصحاب الصوفي أبطنا يد بلا يا رسول الله ها الله ما قال رسولك عن النوشة قال وحو النبي وتسبحون الله نزهيسان سبحان الله يبطهيسان وتكبرون الله ذوينينيسان الله أكبر برنيسان وتحمدون الله تكم هذينيسان وحو مضيعي دبر كل صلاة صلاة والبقداش هذا 33 مرة صدر يصدح الشير قال أبو صالح السمان ذاك وحويلي قابك الله له الدور ما لا يسراعين ما لك لقوين وإيمان دونتا وسبحان الله يصدني صدح الله إيمان يا والله أكبر صدني صدح إيو والحمد لله صدني صدح مسوا كوكبا وحلي سبحان الله والحمد لله والله أكبر كوبا دي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر توحيدنا والقدر أمرك روايتك قاركودي صدحوا إسراع سميات كوكا دي مسو مدول بإسكيات بأطرين وإيمان دون تامرانك كتيرا قال أبو صالح حويلي بعض الشارحين وحيلين قال أبو صالح السمان بالسند السابق صحنا معها بالسند السابق أبو صالح السمان عن أبي هريرة أبو أجيدا معها ومرسل صوابكو رواية ومرسلة عند مسلم قال أبو صالح السمان وحيلي فرجع فقراء المهاجرين والأنصار فقراء المهاجرين مهاجرين فقراء وحكوسوا الله بتي لا رسول الله بيكوسوا الله بتي مركلة هوش النبي يقول دروا قبتين مدة لم قناين مرقان سناين سرت باب حد هاد فضل يقول النبي يقول شيء قال له قال أغنيان وكفى إذا استير فقالوا وحيد الرسول كلاه وسمع إخواننا ولا الله نوحين مقلين أهل الأموال حليدها مال قبين كأها بما فعلنا وحن سمين إيه حديث أنه شكتي ففعلوا ويلا مثله أسوك ليس ميت فقال رسول الله يحب ذلك فالله يؤتيه من يشاء هذا يسكت لما تبحال الصبي هاوش أن يدو كنا سنوتي هذا أي نقطة عان ولا هذا وقاذي هذا هو فضل إلهي مع الصبي غيس أموي إذا مرك صابر وي الفقير الصابر والغني الشاكر أيهما أفضل مثل اللي عرنت لي خلافك بدنا كنت تريوي نينك فقير كي صابر كا إنك غني يا شاكر كيبا فضل البدن إلهي با فقرك هو امتحان لو ابتليه فقرك ينوات كو صبرتي صبر كون وام معي وإن هذا نحرك بيوت يا قلقلة شاي سان كان مقنن مع أن سمينا هذا الله قدري قلقلة صابر متي مر هذيك أصوت بعد إري إيدينا oo inaad hargubiyoonayso oo galgalanayso oo ay ka muqsaabirmatiid al-faqiru sabir iyo wal-ghaniyu shakir ninka ilaahay xoolaha intu saadana ilaahay umma naqiya ghaniyu shakir sad ku tahay xoolaha sad xaq ilaahay ka bixiris saakiinta qaraabada ninka go'man wax walbo xaq aya diibis sunna iyo faradba إلهي كسيرة وأمها النقيسة الغني الشاكر بلا إله فقير كصابر كأي غني كشاكر ككيبا فضل بدن قل يوحي دين غني كشاكر كفضل بدن وأنا سيد اللوب بدن إياه نما أنه يوحي دين غني فقير كصابر كفضل بدن بالدليل نبي محمد بها عليه الصلاة والسلام فقير صابر إليه مثلا أنا أمورا باكتها نبي أم فقير بها مثل غني شاكر وها قرآن كحوت المام النبي وأقول فقير بواقي دمنا غني بإلهي كده نينك النبي محمد با فقير أها في آخر عمره هي كتابك إلهي أيضا برب يفود إسجل لي غني شاكر كان لقى موضو نين هذي يقول دهب كده حفر هو مال القبير يا مال المال وحد أنت بحسو ديق سنمد يقبنو كابا طيبا دبك شدان واي وليها يا دو اي عاول حنون كدلي دبرد دشي يو لقما الله يو ان ولي قد باكونو مرنين لانه حمو بحيان كو ايغا نبي عليه الصلاه والسلام بقر روح حسين هلين بمال سوق جواغنا كما بري جيرن سوق قيبني دور بقول هاد من مال كنت تاغي وكي يديو ورتلو كالي اسلام هذا رتن حولنا فان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر قيل اللي سيبا قلن بحي قلن بقدر يري مركز بحي شعور بقوله على
إن عبد الحسن بانين أبالو قلي ورجل عبور أها صدح بقوله هلاو بمالي سيي إلا باتن فرس مركاسو لكوما أبال قدن مرم بان أبال قد هاتان إلك اللي قدر نينك وحيي قبن مورد شيء وحاس وحما أها صدح بقوله هلاو إلا باتن فرس محاد من نيدي اللي مانت قيل بولا دمان هيا ودور بقوله هلاو هست هل أرور بنتو أدريري أصغر أبال ومقيني دق دليبا أبال وقلي سيدك صغر الله شرق وليب وبدبادي سيدك الربعين لقى فرحة شو وليو قادر ورد بطن هذا هو سودك ماهي يعني قول لي ديغاني دي ويلك أوقيل السينة وفردها كدرتشين يأبيه با إشارة ير تلماير بحيو سيدك وبدبادي تيبو أبال وهيا شان بقول دور بقوله هلا دي إنت أصف فرصة إيه قبل أسكو قدر أي محيونه كوكا بقبيك قبيك دي رادة محسوس دي والله يقول دي بقبيك مروبان أبال قدها تان إلك اللي يدقري إنتان إلك اللي يدقري هذا حد إلا يدمحي تهي وش أسه طور هلا دوام كسية محاكام بغن صدح بقوله هلا أو جامعة ويدي نينك مقع عيسي وحرم وإي قرية لكاد الشيخ ماي بليه قويس قادي وبهدان مركا حقوه هكيان وجورا المهم نبي محمد عليه الصلاة والسلام في آخر عمره وحوها غني شاكرة غنى النفس هذا ماشي كبدا غنى المال واليد بصبنوا عليه الصلاة والسلام لكن غني وحوها وحو الباب حية وهبين كل شيء نركز وكبر يكحن الصدى وقرنس عايشية ساقو حد حمري هنتي وكو قيبي إلا بدي نركز وريبت أقول هاي بريب بلاد وحي قبتي بلال يا نبي وحد احمر واد قرنيسان العقب ونبي وكوغا قيم مساكين تو قيبي مركز وصور ربي لبا دينار ولي برير واحد دين شيك تاطا راكتو اثيسي نبي وحولي الى كب حس العق تا ايادا مساكين كان بريا هيا لبا هب مساكين نبي بريا وقول لي سود المنين مركو حوي انا لسكو خالدين صوبانو عليه الصلاه والسلام ووجدك عائلا فأغنى نصوص بدن با معناها كتمت احاديث با كتمت سيدنا عمر علي عثمان سيدي اهايون كولومبو نبي اها مركه لو فيري وقتي سي هوري لكن وحبو بخين جيرو امدو دن با سارايد او فرح كسارهي جيل دن رن لو كيناي او دور بقول 20 هلاد رن بو المالين بخيي او يري هبل الله سي مع الوح سارن مع الهلها يا وحي ودان النعمه المهم هدي إلهي فقر كوي ابتلي الصبر هقل قلني أما قادير قلب سن يا فرحتك قابل الدنيا ذو حرب بلا تشوق ولا قت جيا أما هقل قلني قلب هذا يسنج إلهي إنه كضل ما مركز أرتميد في روي إنه حولاس كقع يرى الضبال أو عيو ضادين هيو دول كضل ضل هي هدي أنا أضم حد إلهي كق شيء قل شين تذكر هذا محية مرق هذا يسود كوب قل هيو وإلهي التهنتي وخطر قال لي ماذا لم يتهي أظن بالله ظن سو ودقن منافق دقن قالوا ويسكي إلهي حسن البصري قال لي ما هو اليقين وحول وعدم ظن سوء بالله إله وعدم التهمة بالله إله إن هذا التهمين وأظفر حنت مثل نمر ورس مداركت هذا رادي لما يسون كوكلي إله هو التهمين تيبا أي ابن آدم فضل كرير روح الدوري بهن غضارة وين هذا إلهي تم سبحانه وتعالى أذكو قانا عضو أذ إيمان ستو وحن نواسك حن دادي ولا قد تقيا بركة غنيك الشاكر كا إن لهلا بإسكي أضاقي وحوي يأصيغا كفض بضان دي ربي وافجه سبحانه وتعالى ذلك مدك أصيغا إن عباده إيا أذكاري يا الله ونقشو إيا حولات بحسن كادرو فضل الله إلهي ديرات كيسي وإيا الدقريسي يوتيه وحسي أما يشعر أحد كدونه وزاد غير قتيبة ومعلق لبات وروايتنا ومعلقة وزاد غير قتيبة قال أبو صالح مرسل بوها في حديث أبي هريرة حافظك وحوشيغا غير قتيبة وشيغا يا مسلم وشيغ وتلمامي حان أم لين بوينو يا شعيب ابن الليث شعيب ابن الليث عن الليث بن سعد عن ابن عجل عن ابي هريره عن سمي عن ابي سعد عن ابي هريره انه يان في اليابور اما او يهي وذات كل رجل سعيد نبي مريم محايل شعيب عن الليث يا سعيد نبي مريم طريقه
waxaa xadiidka ka wariyay can Layth Abu Cawana fi mustakhraj ala sahih Muslim iyo Bayhaqi iyo Juzaqani ayaa ku wariyay sidaasoo isagu leeyahay. Almuhim riwaayada Cubaydillaah al-Cumari idraaj baa ku turuulaya labadaani dariiqooda oo wasaada gayru Qutaybatu tilmaamaya, laakiin waxaa dhici karta inuu gayrku noqdo Cabdullaahi ibnu Saalix kaatib Layth. عبد الله بن صالح كاتب الليث عن الليث عن ابن عجلان كلاهما عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره كرتم حي لي بزار باوريي حديث كم من طريقه من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث مرك ادرات كان يحوغو خطا وحكي من طريقاس ساس يا دعي كرت دم بلا المي روايه هو قال ابو صالح ومرسله في حديث عبيد الله بن عمر كان ابن عجلان با روايه دنبه اي وزاد غير قتيبه انه معلقه وصل الى ضربت لبدا وداد اما ابن اما ابو عوانه بيهقي جزقاني اما بزار في مسنده بدو لابنيس وانا كو شيغ طرق داس وزاد غير قتيبه قتيبه احد ان كان وحو كرديه فذا الحديث حديث كان اسق عن الليث لان سعيد بن ابي مريم عند البيهقي والجزقاني وعن الليث شعيب ابن الليث ندواب الليث ويلكيس شعيب ابو شعيب روايه عبد الله بن صالح كاتب الليث نوع عن الليث مرق وزاد غير قتيبه صدح له وداد مد كمده بين نقون كران اني ودا سودنا ودعي كرت مسلم هذه حفظه سو عرك وايه ولك تلمامي عن ابن عجلان قال سمي وحيري فحدثت وحان اشيغي بعض اهلي اهلكي بركود يعني هذا الحديث اشيغي فقراء المهاجرين ايوه اغنياء وحك القبصدي فقال وحي لي اهل كي بركو من علم شو شو هو شكا ورقبه وهمت وخلدنتي واد اسمه سيسي انما قال ابو صالح ابو صالح وحي لي تصبح الله 33 حكوا استنكلي اوفرسو وحي ديدين تصبحون وتكبرون وتحمدون 33 بديدين الا سوق قبط محاكا صبحي تصبحون وتكبرون وتحمدون 33 وحاكسوا بحية إلا سراعيه أوتر هذا سبحان الله والحمد لله والله أكبر واحد على ذكو سبحان الله والحمد لله والله أكبر لابو أطاء ترس ساسو أسقوتي أهل كي سواك قبط حيام مايا أبو صالح حديث كان نوحا كقور إني تصبح الله 33 سقوني سبحان الله يصدح يصدح الحق الرك وتحمد الله 33 الله ما صدني صدح جير ومدح بنان وتكبر الله الا ذوينين يسا 33 اذا هذه اللي قال وذاتك اها إيه سمي حسمي فرجعت الى ابي صالح ابي صالح ما نكون نقول شيخ زاد فقلت له ذلك اركا سنشيك حديثك ان كاوي قول يا حافظ الجواب اسكك الا بل ايش العبور فقلت له إلا بصالح وأن كبر أشيك ذلك أرن كدعاء إلا يدي والسموسيس والخل دنطي أذكرت ولا كلا قوينيا سبحان الله يقوني باللوترين الحمد لله يقوني باللوترين تكبيرتنا قوني باللوترين فأخذ بيدي قعنت لبس يا أبو صالح فقال وحيلي الله أكبر وسبحان الله والحمد لله الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33 أبو صالح مكو أتكيستي سيدو هوري سيدا أنكوش يغي ويي وركو تكب حبور أيوه ماشي حديقة كاكينا هلا هذه سبحان الله والحمد لله أكبر بعد إسراعين كوبا به ساسد قوة ليس حتى تبلغ إلى أدقاردو من جميعنا أيوه وضع من مجموعهن أيوه وضع السعودة 33 صدني صدح جير قال ابن عجلان سوي حجيري فحدثت بهذا الحديث حديث كان بان أش يغي وهران يكقضنا يسوي سمي عن ابي صالح بك قادري رجاء ابن حيوه اشيغي فحدثني وحو رجاء اشيغي بمثله حديث كي سمي ان كقادن جيرو كلو اشيغي عن ابي صالح عن ابي هريره عن رسول الله ابن عجلان مرق وحو لبا شيخ بوليه شيخ سكوبد وسمي عن ابي صالح عن ابي هريره كان لبادنا ورجاء ابن حيوه عن ابي صالح عن ابي هريره يعني ويس وافقين بوليه لبديس الشيخ سكوب بي وريين حديثك حديث كبير طريقا ان قدر ان شاء الله. وحدثنا اميه بن بسطام العيشي قال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح بن القاسم عن سهيل بن ابي صالح
عن أبي أبي أبو صالح السمان ذكوان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهم قالوا صحابة إن يدهدين يا رسول الله رسولك الله يو ذهب أهل الدثور ما القبينة ذا مددك تناتك أو حي لتقين بالدرجات العلى درجوين كسرسر يعني أجرك يا خيرك بين لتقين والنعيم برواقد المقيم الدائم يسيب لتقين فذكر وحوش يقا قدرا بمثل حديث قتيبة عن الليث نقول شيء واقومه نكين نقص وكره واقومه وسهيل سهيل سهيل بين نقص وكره سهيل النبي صالح ويا هذا شيخي قران الى سمي بن سهني الرجاء بن حيوه وثومرتين نقول عصب وسهيل عن ابيه فذكر وحوش بمثل حديث قتيبة عن الليث بوشي الا ان وصي شيء ادرج حو فنقلي وقدري سهيل في حديث أبي هريرة تحديث أبي هريرة هذا إنه مرن قول أبي صالح بقدري تاسا قطسيسة وقال أبو صالح إنه أهام مدرج مرسل ملح بنان رواية دورة صمرتين وسيد وصمي أكل ساري وما كلا سارين قول كي أبو صالح يحديث أبي هريرة اسكو سبنقلي وأها ثم رجع فقراء المهاجرين مهاجرين فقد صلى الله إلى رسول الله بقصة الله إلى آخر الحديث حديث لما تكيس وزاد وحوك الرئي أمية وزاد أمية في الحديث مركة تاهوري تاهوري أن رهن وأمية من بسطام ساسا سحن لأن قتيبة شيخ يسيبوها مسلم صوم هاي قتيبة شيخ يسيبوها مش هيدي عيد سهيل وخطأ وخطأ فذكر وحوش أمية بن بسطام العيشي وشيخ مسلمة بمثل حديث قتيبة مرض قتيبة شيخي وشيخ زياء شيخ كلا أدقما ليه سمع دقما السهيل ليه سمع دقما وزاد وحوكر أمية بن بسطام ويفي الحديث وحكو الدري يقول سهيل وحولي يمرك صدني صدح وفسري إحدى عشرة أبوليه أسوه أبو سهيل وبكدري سهيل وحولي أي صدري صدح بعض الرباه وسأل له الربا سبحان الله كويتهم بدك آخري الحمد لله كويتهم بدك آخري الله أكبر وحدك آخر نيسا كويتهم اسكو در صدري صدح صلى الله عليه وسلم إما بعها مدول بين يقول أنه قطه صدري صدح فجميع ذلك كارم مانتي كله فجميع ذلك كارم مانتي كله مانتي 33 وي سبحان الله يا الحمد لله يا الله أكبر وصعطور رنبا وحسن قنيان صدني صدح هذه اللي تفارقينا مثل بكوية من نقوم بكوية مركا وهذا من أفراد سهيل سهيل بن صالح بأن لا تفردي في حديث أبي هريرة وحكر راعينا مجره وحكر راعينا مجره حتى حديث كلو سيدا الشيخ مجره إلا حديث ابن عمر بزر أوري بسند ضعيف مركز سهيلة جبال الحفظ والإتقان ما هو أن نعسك ألو سهلا أو سكرون أو ثقاء لكن رقب باشو أي فلسطين حفظ إتقان كربكم مشاقي اجتماع إذن أنت عن ذنب مصقنو طيب مركز ننك الله يستنى معها الشيخ المسلم أمية وسهيل وسهيل سيدا درتيت حديث دنبو حكين الدونة قطوسي سم مسلم رواية سهيني خطأ طاي صدني صدح با مدول بلغ الربا أما وضع جمعي أما تفارقي والله سبحانه وتعالى أعلم.